بعملية عسكرية فيها، وهذا يجعل فرضية انتشار على الأقل حالة ووتيرة ارتفاع المواجهة ما زال قائما وبشكل كبير. إذا متابعينا الكرام، هذه الملخصات التي أحببنا أن نتحدث بها إليكم حول الوضع. نرد نذكر متابعينا الكرام بأهم العناوين التي ناقشناها اليوم. الاحتلال يتحدث عن تخطيط لحركة حماس بالقيام بعمليات خارجية لخطف أفراد من المنظومة الأمنية الإسرائيلية واقتصاديين كبار. الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن إمكانية القيام متابعينا الكرام بعمليات اغتيال في داخل قطاع غزة لشخصيات ناشطة ومسؤولة عن تنفيذ عمليات في الضفة الغربية. سلسلة العمليات الأكثر على الأقل عددا في الضفة الغربية حدثت في 24 ساعة الماضية، والتي تشي بأن هناك تصعيدا قد يحدث في الضفة الغربية يحاكي منظومة ما يعرف المحاكاة. الاحتلال الإسرائيلي يتحدث متابعينا الكرام عن وجود عديد المطلوبين في الضفة الغربية، والذي يرشح الاحتلال وجودهم في مناطق محددة من شمال الضفة الغربية، الأمر الذي يمكن أن يصعب عمليات الاعتقال. الأمر متابعينا الكرام هذا يمكن أن يعطي انطباعا إسرائيليا بأن يقوم بعمليات عسكرية في داخل جنين ومخيم جنين، الأمر الذي يمكن أن يفجر الأوضاع. وأيضا شهر 9 متابعينا الكرام هناك أعياد يهودية، لكن عين الاحتلال الإسرائيلي متابعينا الكرام هو مرتبط بشهر رمضان، الحديث عن انتهاء أعمار البقرات الحمراء وإمكانية قيام المستوطنين، وهو ظل تقريبا متبقي 3 أشهر لقيام باقتحامات نوعية للمسجد الأقصى. هذا متابعينا الكرام ملخص هذه التغطية. دمتم ود متابعينا الكرام على أن نلتقيكم إن شاء الله في كل جديد، لكن نختم متابعينا الكرام بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الكريم، الذي نسأل الله رب العرش الكريم أن يحفظ شعبنا وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أمتنا وأن يجعلنا وإياكم من أهل الخير، راية للخير لا راية للشر، نمضي بها دائما، نرفع لله راية ونحط للطغاة غاية. نسأل ربنا عرش الكريم أن يحفظكم جميعا، إلى لقاء. دمتم بود.